السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في وصفة جديدة من وصفات مطبخ السبع بهارات. وصفة النهاردة إن شاء الله تنفع للفطار وتنفع للعشاء. مكوناتها بسيطة جدا، متأكدة إن أنت إن شاء الله أول ما تخلصي الفيديو هتقومي تعمليها على طول. ودي المكونات مكتوبة، لو أنت حابة تنقليها أو تاخديها سكرين قبل ما نبدأ في تحضير الوصفة. هنبدأ بسم الله. معانا بطاطسايه متوسطه، هبشرها واستخدمها على طول من غير ما نغسلها عشان عايزين نحتفظ بالنشا اللي فيها، وهنملحها بشويه صغيرين جدا من الملح. وهتسخني طاسه تيفال على النار وتحطي فيها شويه صغيرين من الزيت وتحطي البطاطس. يفضل تكون طاسه تيفال عشان البطاطس ما تلزقش فيها، وهتضغطي عليها كويس علشان تشكل معاكي قرص وتكون سهل ان هي تتقلب معاكي. وهم خطوة ان احنا نغطيها على نار هادية لحد ما تستوى علشان ما تتحرقش منها. هنقلبها بالطريقة دي، ما شاء الله لونها جميل جدا عشان احنا سايبينها على نار هادية. هتستوى معاكي، مش بتاخد وقت كتير لانها متغطية والبطاطس مبشورة، فهتستوى بسرعة. هنحط شوية من الكاتشب، هنحط شرايح السوسيس. انا بحب ان انا اشوح شرايح السوسيس شويه في الزيت قبل ما بستخدمها. لو انت حابه تستخدميها على طول تستخدميها، مفيش اي مشكله. وحطيت شويه من الفلفل الالوان الاخضر والاحمر، وشويه من الجبنه الموتزاريلا، ممكن تحط شرايح من الزيتون. وهنغطيها ونسيبها لحد ما تاخد لون ذهبي من تحت والجبنه بتاعتنا تذوب كده وتبقى جميله. وهنقدمها بألف هنا وشفا. وصفة جميلة وسهلة وهتعجب كل اللي يدوقها ان شاء الله. زينيها بقى بالكاتشب او زي ما تحبي، شكلها ما شاء الله روعة، مش محتاجة تزيين ولا اي حاجة. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.